أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي وقاية وعلاج. وقاية وعلاج هو البرنامج اللي من خلاله كنتعرفوا على مستجدات فيروس كورونا أو كوفيد 19 رفقة كل المختصين والأطباء اللي كيكونوا مرافقيننا في كل حلقة. وخلال حلقة اليوم سعيدة جدا باش نستقبل معايا الدكتور سمير قدار، طبيب أخصائي في التخدير والإنعاش، رئيس الشبكة الدولية للكفاءات الطبية لمغاربة العالم، وهو معنا من بلجيكا. أهلا وسهلا بك معنا دكتور قدار. مساء النور لالا، الله يبارك فيك. شكرا. ضيفي الثاني هو الدكتور محمد أجنوز، أستاذ جامعي متخصص في علم الوراثة الطبية أو ما يصطلح عليه الجينيتيك ميديكال. مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا دكتور أجنوز. مساء الخير مدام، شكرا لك. إذن أول حاجة وكيف مجرات العادة باش كنقربوا المتابعين والمشاهدين أكثر، عندنا معك دكتور قدار بتقييم عام ربما للوضع في بلجيكا الآن، أشمن مرحلة وصل لها بلجيكا؟ بلجيكا كباقي دول العالم كانت حتى يتقست بهذا الآفة، بهذا الجائحة. على إثر هذه الجائحة هذه كانوا مرضى كثيرين وكانوا موتى، ولكن لحد الآن وابتداء من رابع ماي هذا اللي داز بدأ سكون أبل ديكونفينمو، يعني رفع الحجر الصحي بالتدريج، وكان أملنا فاش هذا النسبة ديال المرضى وديال الوفيات باش تقلص، وفعلا هذاك الشيء اللي كان واحد ستابيليتي ديال المرضى، ديال عدد المرضى، حتى الواحد الحد، لان كاين بعض الاقسام اللي دارت تجديده لهاد باش واكبوا هذا الوباء وباش التداوي والعلاج لهذا الوباء هذا بدات تقلص، وكاين شي وحدين منهم اللي تسدوا. يعني هذه بادره طيبه، ولكن خصنا نبقاو حذرين، لان الارقام ماشي هي 100%، لان خصنا نبقاو حذرين في هذا الاتجاه. خصنا باقي مازال شي شويه ديال الوقت، لان الخوف جاي من الموجه الثانيه اللي ممكن تقدر تعصف في اي وقت، والحذر هنا كيستوجب علينا باخذ تدابير يمكن غادي نتعرضوا لها من بعد. نعم، يعني الى حد ما الوضع مطمئن، يعني نعم الى حد شكرا. نمر هذه المره لعند الدكتور محمد أجنوز، ونبغيو نعرفوا منك دكتور حاليا الوضع في ايطاليا، يعني ايطاليا اللي يعني عرفنا من لما انتشر فيها الفيروس يعني ارقام اللي هي كانت كبيره جدا بالنسبه للحالات اللي هي تصابت، وايضا بالنسبه للحالات الوفيات. حاليا شنو هو الوضع اللي كتعيشه ايطاليا بشكل عام؟ وإيطاليا كانت هي أول بلد أوروبي اللي تصاب بهذا الوباء هذا، وسيرتو في الشمال ديال أوروبا ديال إيطاليا، في منطقة في لا ريجيون ديال لومباردية. يعني باختصار أن كان هذا الفيروس هذا كان يعني المريض رقم صفر اللي نسميه هنا الباسيون زيرو، كان ربما ظهر في الاوائل ديال شهر يناير، لكن الدياغنوز ديالو ما دارش، وبقى هذا المرض كيدور حتى الاوائل ديال فيفريي، يعني حتى لشهر جوج عاد بان هذا لو دياغنوز هذا، عاد دار هذا التشخيص ديال هذا المرض هذا، ولكني مالوروجمون سي ديجا ديسيميني، يعني دخل هذاك المرض فسميتو دخل في الناس الكبار، في العجزه، في دار العجزة، وهذه هي هذا هو المشكل ديال اللومبارديا. ومن بعد يعني هذا المرض انتشر، دخل بزاف في ايطاليا، يعني دخل نزل الجنوب، نزل الوسط ديال ايطاليا، ويعني كانوا وفيات ربما كنتو شفتوا داكشي في التلفازه، ولي كونتاج كثروا بزاف، والبروبليم ان حتى الفيروس براسو تبدل، هذا يمكن نجيو ليه مره اخرى. ان حتى دوك لانه كاينين هذيك الميوتاسيون ديالو اللي زاد شويه تبدلوا، مثلا غير في لومبارديا براسها كاينين اربعه ديال لي سيكونس اللي هما متخالفين، يعني اربعه ديال الانواع
ديال هاد الفيروس اللي متخالفين على بعضياتهم. لكن دابا الحمد لله شويه يعني نقصات كما قال سامير حتى في يعني في اوروبا جميعا، يعني ولينا حدا دابا 40، حنا كنا الاولين دابا ولينا حنا 40، لان الاولى دابا هي انجلترا، عاد من موراها الاولى روسيا، من موراها لا غران بريطانيا يعني الانجليز، عاد اسبانيا، عاد ايطاليا، عاد جايين الدول الاخرين. دونك حنا ولينا شويه كنقصوا، ولكن يعني لي شيفر عندنا كبار بزاف. يعني اخر باش نعطيكم واحد الرقم، مثلا احنا اليوم عندنا 231,000 اللي هي كونتامينه، ومنها 145,000 كيسون يعني لي براو، وعندنا 32,000 يعني 32,955 موتى. هذا باش نعطيكم واحد الفكره على يعني على القياس ديال هذا الوباء اللي كاين عندنا في ايطاليا. وفعلا كل ريجيون يعني كل منطقه بين الشمال وبين الجنوب وبين الشرق وبين الغرب كاين فرق اللي نقدروا من بعد يعني الا بغيتي نعطيو يعني لو ديتاي عليه يمكن نواجهوه. وهذاك كل هاد الجهه هادي حنا اللي كيهمنا من هاد الشيء كلشي، لان حتى لا سي 3 هاد الشبكه اللي تكلم عليها سي سمير كان الهدف ديالها من الاهداف ديالها وهو التوعيه، ونكونوا قراب للناس ديالنا يعني المغاربه ديالنا اللي كيسكنوا في ايطاليا، اللي كيسكنوا في بلجيكا، اللي كيسكنوا في الدول الاوروبيه. وهنا الحمد لله يعني شفت بين لا ضمن يعني واحد البحث يعني بين لي كوليغ اللي عندنا هنايا، يعني جمعت شويه ديال لي دات على المغاربه ديالنا هنا اللي عندنا في كيسون اللي هما شويه كونتاميني، وكانوا عندنا حتى شويه ديال الموتى. دونك هذا هو واحد الرقم اللي هو هو مهم بالنسبه للمهاجرين ديالنا اللي كيسكنوا في ايطاليا. ومن بعد بغيتو الديتاي نعطيه لكم من بعد يعني. يبغيو المشاهدين والمتتبعين، سمحتي لي دكتور محمد أجنوس، يبغيو يعرفوا الرقم بالضبط، عدد المغاربة المهاجرين في إيطاليا اللي تصابوا كيتراوح تقريبا بين شحال؟ يعني تقريبا ماشي بزاف. لا الحمد لله ماشي بزاف، عندنا تقريبا شي 22 مغربي اللي على حسب لي زوبيتو اللي عندي لي زانفورماسيون عليهم مزيان. دونك مثلا في سيشيليا عندنا جوج ديال دو باسيون، يعني واحد توفى كان عنده 72 سنه في كاتانيا، وعندنا واحد تقريبا عنده 30 سنه يعني 32 اللي هو كيسكن في النواحي ديال تراباني، وعندنا اون فام كي تي اوسبيتاليزي في لوبيتال ديالي انا هنا في مسينا في الجنوب، وعندنا 11 مغربي في لا ريجون ديال اللومبارديا، يعني كما فيك النواحي بين كريما، بيرغامو وميلانو، وعندنا 6 في البيمونت يعني جهه تورينو نوفارا، وعندنا 2 في توسكانا، في لا توسكاني يعني لا توسكاني في فلورنس، سيينا وبيزا. يعني هذا حسب يعني المعلومات اللي عندي هما ان 22 منهم 4 ديال الوفاة، والمباقي خرج من يعني برا، كانت عنده على بوزيتيفيتي ودخل في الكونفينمون في لوبيتال، ولكن ما وصلوش لواحد الدرجه اللي هي مثلا كيلزون بيزوان يعني الانعاش ولا شي حاجه، ولكن بقاو في لوبيتال. ولكن الحمد لله دابا ولا ليبيان هاد السيده مثلا اللي كانت عندنا في لوبيتال الحمد لله لاباس عليها، اللي تي اونسانت مازال ما ولداتش، ولكن الحمد لله ليبيان. نعم هذا بعد من باب الرحمه لهاد الناس هادو. نعم نرجع عند دكتور سمير قدار، يعني كاين فكره على وضع المغاربه اللي هما في بلجيكا تقريبا ارقام او الوضع ديالهم بشكل عام؟ بالنسبه لبلجيكا كيف كانت تعرفوا، لان كاين واحد الجاليه المغربيه اللي كتعيش بلجيكا هي كثيره بزاف، كاين اكثر من نصف مليون نسمه اللي كيعيشوا في بلجيكا. بينهم وخصنا نعرفوا بلي في بلجيكا العدد ديال المصابين بهذه الجائحة تعدى 57,000، ومن بينهم تقريبا 9,500 تقريبا ديال الموتى.
بين هاد المدة كاين مالوروزمون كاينين مغاربة فقدنا تقريبا واحد 100 مغربي، الأصل المغاربة الناس اللي من الجالية المغربية اللي عايشين في بلجيكا مع الأسف. ولكن في نفس الوقت كاين بوادر مطمئنة من لأن هذا العدد ولا يتقلص شوية بشوية كيف قلت في الأول، ونتمنى هذا الشيء هذا يزيد مازال يتقلص وحتى الاندثار هالجائحة هذه. نعم، ربما من القرارات المستجدة أيضا المنظمة الصحة العالمية هو توقيف العلاج الخاص بالهيدروكسي كلوروكين. يعني كيف استقبلتوا هذا القرار دكتور قدار؟ وغنرجع ناخذ حتى الرأي ديال الدكتور محمد أبي نوز. لا، هو الطريقة العلمية والسي محمد أبي نوز غادي يقولنا أكثر. التحية العلمية ما كانش واحد الإجماع علمي على هاد الدواء الهيدروكسي كلوروكين ولا أدوية أخرى، لأن علاش؟ لأن ما كاين شيء واحد لا بروف سيونتيفيك هنا كان دليل علمي دليل. نعم، اسمح لي ما عنديش الفصحى ديالكم، لكن ما كاينش واحد لا عندك خير، ما كاين شيء واحد دليل علمي اللي هو مبني على لا بروف لا سيونس باش يمكن لينا نقولوا هاد الدواء راه كيعطي واحد النسبه ديال العلاج، او لا يعطي واحد النسبه اللي ديال الناس اللي ما غاديش تعالجوا ولا هذاك. ما عندناش هاد الخاصيات هذه العلميه وهاد النسب اللي هي ساينتيفيكمون كوريكت، ولكن ما كنعطيوه علاش؟ لان ما كاين شيء بديل. ودايور سي سكون افي دونك او ماروك ايزون بري خداو هاد البادره في المغرب انيشيتيف من الاول، وما كان شيء تعطى غير وحده في المغرب ولا في دول اخرين. بالنسبه للمنظمه العالميه للصحه، هما استندوا على واحد الدراسات باش يقولوا لا احنا غادي نسحبوا الثقه ديالنا من هاد الدواء، لان سون بازي على هاد الدراسات العلميه. ولكن دراسات اخرى راه باقي مازال، يعني ما غاديش نسدوا الباب كله على الهيدروكسيكلوروكين. دراسات اخرى، وهاد الدراسات هذه اللي استندت عليها منظمه الصحه العالميه هي دراسات كيفاش كيقولوا سي دي زاناليز، يعني واحد البحث غير دي زاناليز سومير سور بلون دو نومبر دو كا ان تي بي انترناسيونال، يعني في المجتمع الدولي. ولكن خصنا نتبعوا الحالات السريرية والحالات المرضية، يعني من ألفها إلى يائها، باش يمكن لنا عاد نخرج واحد النتيجة علمية على ود هذا الدواء، وبخصوص المرض أو المرض بخصوص الدواء. نعم دكتور أغنوس، كيف شفتي القرار ديال منظمة الصحة العالمية والصريح اللي كان ديال المسؤول ديالها؟ ودابا كاينو شي تناقضات شوية على الورد هيلت اورجانيزيشن، ان هاد كما كتعرفوا بان شوية الموضوع ديال الصحة العالمية دخلت فيه الصين، يعني دخلت فيه الصين واحد القضية بطريقة سياسية و ولكن ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. على أي حال كاين هناك آراء في أوروبا وكاين حتى في أمريكا أنهم ضد يعني المضادين، يعني الطريقة اللي واجهت بها الكورونا الأورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي. على أي حين وهذا موضوع آخر. بالنسبه للادويه كما قال سي سمير كما لا كلوروكين، ولكن كاين بزاف ديال لي زونتي فيرال اللي كيتعطاو، كاين ان بروتوكول، يعني كاين واحد الورقه ورقه الطريق، يعني كيمكن ليها كل
كل دولة تختار أو لكل طبيب أو لكل مستشفى كيمكن ليها يأخذ يعني على حساب داك الشيء اللي عنده في الفارماسي ديالو في اللي عنده في الصيدلة ديالو شنو هما الأنواع ديال الدواء. على أي حال الكلوروكين هي كما كتعرفوا كاملين بأن الكلوروكين خرجت أنتي مالاريك يعني واحد كي بلوكي كيحبس واحد البروتينة اللي هي لاسي دو واحد البروتين كي اللي كتعرف داك المالاريا ولكن كتعرف حتى هذا الفيروس هذا كيجي هذا الفيروس سي تان ريسبتور اللي كيتشد فيه هذا الفيروس وكيتفاغوسيتا لداخل وكيدخل كيولي يدير لي كوبي ديالو. هذا الكلوريكين كتحبس لينا هذا سميت ولكن ماشي في كل شيء قال يعني قال المرضى كيجاوبوا يعني كاين دي ريسبوندر او نو ريسبوندر. وكما قال سي سمير كيخص واحد العدد كبير ديال المرضى باش يكونوا دي فالور ستاتيستيك كي سونت يعني روبوست يعني سينيفيكاتيف فوالا ستاتيستيكمون سينيفيكاتيف. ولكن كاين بزاف ديال الانواع ديال الادويه اللي هي شويه نقولوا غاليه لان لي زونتي فيرال مالوزمون شون كيرام غاني كاينين بزاف كيتعطاو دي كوكتيل مثلا حنا عندنا في لوبيتال كنعطاو دي كوكتيل اونتي فيرال ديال الاتش اي في يعني ديال الفيروس ديال السيدا وكنعطيو حتى واحد الدواء يعني في الناس اللي ما كيجاوبوناش كاين واحد الدواء اخر خارج جديد اللي هو من هذا النوع الجديد من هذا لي دراغ بايولوجيكال دراغس يعني سو سون دي زونتي كور جداد كيتعطاو لدوك الناس اللي عندهم الروماتيزم. هذه باش نقول لك يعني فين وصل لي ترايال كلينيك فين وصلوا يعني التجارب على الادويه. وكاين هاد الدواء كنعطيو لهاد الناس اللي ما كيجاوبوناش لا الكلوروكين ما كيجاوبوناش لي زونتي فيرال وكنعطيوهم هاد الدواء اللي كيتسمى ساريلوماب اللي هو واحد لونتيكور كيتعطى للناس اللي عندهم الروماتيزم وكيمشي كيبلوك لينا الانترلوكين 6. هاد الانترلوكين 6 هي اللي مكلفه لينا هي اللي كتكلف على داك الانفلاماسيون ديال لو بومو. دونك هذا حتى هو نوع اخر من سميتو من الادويه اللي كيتعطاو لهاد المرضى هادو. يعني كاين واحد الاختيار اللي يمكن لينا نمشيو ستيب باي ستيب على حساب لوبيتال على حساب لي بوسيبيليتي ديال لوبيتال اللي يقدر ينوع فيه يعني الادويه لان ما كاينش شي هو يعني واحد الدواء اللي هو ضد هذاك الفيروس اللي يقدر يحبسو لان كلهم مازالين في التجربات باش يوصلوا للسوق ديال ولا المارشي ديال الصيدليات باش نشريوها ولا باش يكون يعني ا ديسبوزيسيون اللي مازال ما وصلناش ليه. فوالا دونك عندنا هاد لا ديسپونيبيليتي وشاك اوبيتال كيقدر يجرب على حساب داكشي اللي عنده. فوالا دكتور قدر غادي نرجع لعندك. نعم. يعني الكل كيعرف انه فيروس كورونا ولا كوفيد 19 هو فيروس اللي هو مستجد يعني مازال جديد. الى سولتك لحد الان يعني لحد هاد الساعه هذه شنو المعطيات اللي قدرتوا مثلا تجمعوها على هاد الفيروس هذا يعني بغينا معلومات اللي نوصلوها للمشاهدين والمتابعين يعني اليوم انت كاخصائي شنو المعطيات اللي عندك حول هاد الفيروس اللي هي متوفره؟ لا لحد الان وجور دو جوردي كاين اكثر من 24 ايسي كلينيك يعني تجارب سريريه اللي كدار في هاد النطاق وكاين اكثر من 20 دواء كيتم تجربه ديالو. لحد الان ما كاين شي دواء قاطع اللي سواء فاكسان او لا دواء اللي هو انتي فيرال كيف كتكلم عليه الاستاذ اغنوز. يعني خص المشاهد الكريم خص الناس يعرفوا بلي ما كاينش واحد الدواء ديال هذا المرض. هذا كاين علاج كاين علاجات ولكن ما كاينش دواء خاص لهذا الشيء. هذا خصنا نعرفوها ما كاينش دواء سبيسيفيك خاص بالمرض. كاين ابحاث وتجارب كتطلب وقت كتطلب واحد المده طويله لان ما يمكنش بين عشيه وضحاها يدار دواء كيف كتعلموا راه تم شهور فوق واسافوار بارفوا سي بليزيور مو يعني اشهر عديده عاد باش يخرج هذاك الدواء لان خصو يدوز المعايير
وكثيرة هي واحد سلسلة ديال الاختبارات وإلى غير ذلك. وهذا الشيء هذا إلى دل على شيء حاجة، إنما على الانتغي ولا الجيدي ولا الوبليغاسيون دو فير اتونسيون. خصنا نتعاملوا مع هذا المرض بحال اذا كانت اون مناس، يعني تهديد. الانسان فاش يخرج من باب دارو يعني راه مهدد الحياه ديالو، راه مهدد. وكاينه قضيه اخرى، هو هذا المرض هو خطير، والخطوره ديالو تكمن في جوج الحوايج. اولا خطوره خطير، لان بالخطير بالفات انه ينتشر بسرعه. وثانيا الخطوره ديالو كتكمن في ان بعض الحالات اللي هي اللي هي خطيره. ومن بين هاد 20% ديال الحالات اللي هي خطيره كاين وللاسف كتكمل بالموت، يعني المعنى ديالها هو الموت. اذا الخطوره راه كثيره بزاف ديال هذا الفيروس هذا، ديال هذا المرض هذا. وخصنا نكونوا واعيين بهذا الشيء هذا، وخصنا ناخذوا جميع الاحترازات الصحيه لتجنب هذا المرض. سي لا بريفونسيون هنايا، طونك يليا با، حيت ما كاينش اي العلاج، حيت ما كاينش اي الدواء، خصنا الوقايه. يعني ما كاين شيء اسمح لي الا طولت. نعم، نرجع عند دكتور أغنوس باش نسولك كذلك دكتور لحد الان، يعني كمختص شنو المعطيات اللي هي متوفره بالنسبه لهذا الفيروس هذا؟ شنو الامور مثلا اللي تكلمنا غير على المساله ديال الاعراض؟ ربما تعاملتي مع حالات كبيره، ربما حتى حالات صغيره اللي هما الاطفال. قبل كنا سمعنا مجموعه ديال الاخبار اللي كتروج على انه الاطفال راه ما كيتصابوش، كان عندهم مناعه ضد هذا الفيروس هذا، او لا كانت يعني راه مجموعه ديال الاخبار لحد الآن. واش شفتي مثلا شي امور اللي هي مشتركه ما بين المرضى كاملين؟ واش كاين شي علامات معينه اللي يقدر الانسان ما يردش ليها البال وهي علامه من علامات الاصابه بالفيروس ديال كورونا؟ يعني هذا الشيء مثلا كاين، ولا يقدر مثلا كان شي حاله من الحالات اللي عينتيها هكذا؟ سي سمير قال واحد جوج كلمات اللي هما زويونين وفعلا هما الواقع، هو ان هذا الفيروس هذا خطير. نعم. خطير وما عندناش ليه يعني أسلحة لنواجهوه، وهو لا بريفونسيون، وهو النظافة، الغسيل ديال اليدين دائما، وديزانفكتي افيك جافيل ولا داك الكول ولا اللي هو ديزانفكتاسيون مهمة بزاف. والحوايج اللي وخصنا نعيشوا معاه رغم انه خطير، خصنا نعيشوا معاه. دونك لا ديستونس انتر لي بيرسون هي مهمة، لان هذوك دوك لي غو ديال الدفاء. الانسان اللي كيدوي كيخرج شويه ديال الدفاء من فمو، سي نورمال. دونك هذوك سو سون لي فيكول ديال الفيروس. خصنا نحاولوا ما امكن الناس تعاب هذه القضيه باش نبقاو على بعضياتنا بعاد، لان حتى لي بورتور بوزيتيف ما مكتوبليش فوجهو بلي راه بوزيتيف. مالوريزمون كاين بعض الناس اللي كيمانيفيستيوه وبعض الناس اللي ما كيمانيفيستيوش. دونك هذه الاولى. ثانيا نغسلوا يدينا بزاف، يعني قداش ما غسلنا راه مزيان، قداش ما ديزانفكتينا راه مزيان، وقداش ما مسحنا لي سيرفاس، يعني لي سيرفاس اللي كنجلسوا فيهم، الطبالي، القهاوي، المدرسه، المكاتب ديال العمل. لان غير واحد الا عطس وانت حطيت يدك ودوزتي على عينك راه تي ابري لانفيكسيون. هذه المساله هذه خصنا نفهموها كاملين هذه القضيه هذه. نرجعوا للقضيه ديال لي بيرسون ولا مانيير دو ديال مانيفيستي هاد، يعني كيفاش كيبانوا هاد الاعراض ديال الفيروس ديال سميتو. كنا في الاول كيتصحاب لينا على حساب العلم ديالنا، لان البيولوجيه ديال هاد الفيروس ما كنعرفوا عليها والو، لان فيروس جديد عرفناه بلا داز من الحيوانات، داز البنادم. دونك الى شونجي الهوت ديالو، دونك حنا خصنا نعرفوا. كاين ابحاث كتقرا على هاد الفيروس هذا باش نعرفوا كيفاش كيتبدل. هذه وحده. الثانيه، كاين بعض الناس كتبان فيهم اعراض اللي هي بحال الانفلونزا، يعني شويه ديال السخانه، شويه ديال الحريق ديال لاكول، شويه ديال العطيس، المنخر اللي كيسيل.
كاين بعض الناس كتجيهم شويه ديال السخانه كتطلع السخانه ما كتنزلش، كاين بعض الناس اللي كيفقدوا داك اللولفاكت ديالهم ما كيشموش الريحه، يعني هذا سانوتر سامبتوم. كاين بعض الناس اللي كتجيهم واحد كون ابل سيتو نيوروباتي، يعني واحد الامراض ديال الاعصاب كتسمى لا غيان باري، كيقولوا مشللين، والسبب ديالو اشنا هو الكوفيد. يعني كاين بزاف ديال الاعراض اللي هي كتبان وماشي كيف كيف عند عباد الله، يعني كاين كل مريض والاعراض ديالو. كاين بعض الناس اللي كتجيهم لا كونجونكتيفيت، غير كونجونكتيفيت في عينيه ما عنده حتى شي سونطوم اخر، كدير ليه لو سواب، كدير ليه داك الطامبون كتصيبو بوزيتيف. كاين بعض الناس اللي كيدخلوا كوما، علاش؟ لان لا كواغولاسيون ديالو مشات، دونك كيتسد ليه كيتبوش ليه شي عرق فراسو، كيمشي ليه انتيا ولا كيمشي ليه فليسكيمي سيريبرال. دونك كاين بزاف ديال الاعراض. الدراري سولتيني على المشكل ديال الدراري، كنا في الاول كيتصحاب لينا بان الدراري، وفعلا ان الحمد لله ان الدراري بحال شويه فلتوا من هذا الاطفال. نعم الاطفال مثلا كانوا كنا كيتصحاب لينا كنا فلتوا من هذا المشكل هذا. ولكن حاليا لي بيدياتر اخيرا في واحد الاجتماع فيا تيليماتيك انه خرجوا اعراض ما كناش كنردوا لهم البال، ما كانوش لي بيدياتر كيردوا لهم البال، ولاو دابا كان عندنا كيتسمى واحد لا سيندروم كتسمى لا سيندروم ديال كاوازاكي. هاد لا سيندروم ديال كاوازاكي شنو هي؟ وهي سود انفلاماسيون ديال لي زورغان، سي ان بروبليم فاسكولير. دابا لا كاوازاكي بوحده مرض بوحدو باين وعندو الاعراض ديالو وعندو يعني القواعد ديالو. الدراري الصغار ولات عندهم واحد لافور كون ابيل كاوازاكي لايك، ولات وبانت في هاد الناس هادو، بانت سيرتو في امريكا في نيويورك ربما كاينه 146 حاله، في بيرغامو عندنا 22 حاله، وفي اوروبا في انجلترا عندنا تقريبا 70 حاله. دونك دابا ولاو لي بيدياتر كيردوا البال لهاد الحالات، ومن ضمنهم بارفو كيجيهم بحال البروده في يديهم، كيكون عندهم دي طاس بلون دي طاش بلونش في رجليهم اولا في يديهم. دونك الدري في حالة كتكون عنده ما كي عنده لا حريق لا والو ما كيشكيش، مي لي بورتور راهي لي بوزيتيف. دونك الا مشى تجلس مع جدو، الانسان اللي كان عنده شي جدو ديال 70 سنه ولا 80 سنه، الي ان ريسك تو كونتاميني هذاك السيد اللي داك الراجل الكبير. دونك الدراري الصغار خصنا نردو لهم البال بزاف، علاش؟ لان سون دي غران ساك اي سون دي غران فيكتور ديال هذا الفيروس هذا. دونك دابا ولينا كنعرفوا ولاو كيخرجوا دي زارتيكل، والحمد لله في سي 3 مثلا في هذاك الشبكه ديالنا عندنا واحد السيكتور اللي الاخوان ولي كوليك تبارك الله عليهم كيجمعوا لينا لي زارتيكل و بور نو انفورمي بور نو ميتر الى ديسبوزيسيون، ماشي غير لي كوليك اللي كاينين في اوروبا، ولكن حتى لي كوليك اللي كاينين في المغاربة الا بغاو يدخلوا لو سيت اي كوم سا دو بارتيسيبي دو فوار هاد لا بيبليوتيك اللي كتجمع هاد المكتبه هذه اللي الاخوان حطوها في سي 3 كون ابل سي 3 ميد، وفيها بزاف هاد الحاله فيها هاد لي زارتيكل هادي. يعني كان الانسان كيملي يستافد شويه باش يعرف، لان ولينا باغ خصنا نعرفوا على هاد الفيروس الجديد شنو هما الاعراض، شنو هما حتى يعني البيولوجيه ديالو مازال ما فهمناهاش، خصها تفهم بعدا هي الاولى، عادي يمكن لينا باش نقدروا نقاوموه. والدواره مازال شويه بعيد كما قال السي سمير، لان ماشي داكشي ساهل، كتبغي شويه ديال الوقت، سورتو لي فاكسان كيبغوا الوقت ديالهم، كيبغوا لي تيست ديالهم، وبزاف ديال الحوايج من مور ان، ماشي على الفاكسان كيخرج في 24 اور ولا في عام ولا لا بارفوا سا ميم با 2 ans عاد كيبان لك ان فري فاكسان. دونك فوالا، دونك الفو فير اتونسيون لي سيمبتوم هما اللي قلت لك. كيف قال السي محمد هناك بزاف ديال الاعراض، هاد الاعراض يمكن تكون ضئيلة كبيرة في الحدة ديالها، فديبون ما يمكن ليناش نعرفه كل واحد وشنو. مؤخرا جاتني واحد المريضة قالت لي راه دارت الكوفيد، كان عندها غير نقص في الشم، نقص حاسة الشم صافي، هذا الشيء اللي كان، وكانت كوفيد بوزيتيف، ومن بعد الدوات ومشى عليها داك الشيء وانا، ولكن واحد العرض اللي هو بسيط اللي هو ديال حاسه الشم وبس. وكاين ناس اخرين اللي داروا اعراض حاده جد خطيره، كانوا اوسبيتاليزي في لي سوان انتنسيف، كتمشي حتى الحد ديال تجلط الدم
او لا سكون ابل لا كوغولاسيون ترافيسكولير ديسيمينيه اللي رشح ليها الاستاذ محمد. هاد الحاله هذه الخطوره هي كبيره بزاف. لان علاش؟ لان النسبه ديال الموت الله يحفظ كتفوت 90% وكتؤدي الهلاك ديال جميع الاعضاء. يعني في العموم كان يمكن لينا نقولوا هذا المرض مرض عام، مالادي سيستيميك، كيشبه اللي مالادي سيستيميك، ما عرفش الترجمه ديالها باللغه العربيه. يعني كيقدر يقيس جميع الاعضاء، جميع هذا الاعضاء ديالنا او لي زورغان ديالنا. اذا الحذر ثم الحذر. أيه. تكلمتي على مساله تجلط الدم اللي كان تكلم عليها ايضا دكتور محمد اغنوز. وهنا سؤالي دكتور قدار، من غير الحالات ديال تجلط الدم، شكون هما الحالات اللي كتصاب بكورونا كتوصل للانعاش؟ يعني شنو الاعراض اللي كتجي بها باش كتدخل للانعاش؟ ومن بينها هذا تجلط الدم. ولكن قبل ما نوصل لهاد الحد هذا اللي هو ستانستاد اولتيم، كاين حالات ديال، يعني اكثر الحالات هما ديال ضيق في التنفس، كاين مشكل في التنفس، يعني الاكسجين ما كيتستعملش. الاكسجين اللي عندنا في الجو اللي هو حوالي 20% ديال الغازات اللي عندنا في الجو، بالنسبه للمريض بالكورونا ما غاديش ما تكونش كافيه هذيك 20%، يعني يطلب اكسجين بزياده، يعني واحد التريتمون زايد، واحد التداوي بالاكسجين. هذاك الشيء علاش نعطيوه الاكسجين؟ وبعض المرات هذاك الاكسجين ما كافيش، يعني خصنا نستعملوا واحد التنفس اصطناعي، يعني ان تيوب يكون في لاتراشي، في الرئه، ويكون رابط لواحد الاله اصطناعيه، واحد الاله اللي يمكن تعطيه التنفس اصطناعي افيك دي شانجمون دو بوزيسيون، مع ادويه اللي هي بحال لي كورتيكويد. انا ذكرها سي محمد قبيله. اذا هادو هما الحالات ديال الانعاش في هاد، يعني بالاخص فاش تكون مشكله ديال التنفس. ولكن نحاولوا ما امكن، الطبيب يحاول ما امكن باش ما يوصلش بالمريض لهاد لو ستاد هذا. علاش؟ لان شحال ما زدنا في الطريق، شحال ما زدنا في هاد الطريق هذا، شحال ما كان الرجوع ديفيسيل، صعيب باش نرجعوا باش نخرجوا لو باسيون من هذاك، من هاد هاد المعضلة هادي صعيبة. علاش؟ لأن غادي كندخلو في واحد لا كومبلكسيتي ثيرابوتيك، واحد التداوي اللي هو مشكل بزاف، وصعيب بزاف باش نخرجوا. كاين الحمد لله كاين اللي هما كاين مرضى اللي كيتعافاو، ولكن كاين للأسف كاين مرضى آخرين اللي كي موتوا. الواحد نزيد واحد الفكره اخرى كما قال سي سمير، اللي هو فعلا المريض باش ترجعوا اللور، يعني باش كما قال ملي كتوصل لواحد كتمشي لقدام لا مالادي باش ترجعوا اللور، يعني ماشي غير القوه ديال والدفع اللي كيعطي لوبيتال، واني لي كو المسألة ما نساوهاش، il y a des grands coûts du point de vue يعني ايكونوميك. ان لوبيتال كيقدر يواجهها على الناس. ايماجيني الا عندنا غير 4 ولا 5 ديال لي بوست ديال لا ريانيماسيون، الا مشاو تتحبسوا وجاونا حالات خطيره، يعني فين غادي يمشيو هذوك المرضى اللي غادي يجوا خطيرين؟ يعني كاين واحد المشكل هو ديال لا جيستيون ديال الانعاش. قضيه اخرى، ان كاين بعد لي كل كيتسموا لي كوموربيديتي، يعني كاين بعض الحالات، بعض الامراض كيكونوا ديجا في المريض، ولا تزاد هذا المريض تزاد عليه الكورونا، كيولي صعيب باش ترجعوا. يعني مثلا الانسان اللي عنده السكر، الانسان اللي عنده ليبرتونسيون، الانسان اللي عنده لي مالادي كارديوفاسكولير، الانسان اللي عنده لازما الضيقه، ولا نسميوها الضيقه لازما،
هادو كاين دي زيتود مثلا حنا عندنا الاكسبيريونس ديالنا حنا عندنا واحد البحث كنديروه دابا كنجمعوا هاد لي كوموربيدي تاع المستشفى ديالنا شفنا بان الناس اللي ماتوا لينا بزاف هما اللي عندهم هاد لي كوموربيديتي عندهم السكر عندهم لي بيرتونسيون عندهم ديابيت عندهم مشكل ديال الكلاوي فوالا هادو صعب علينا صعبوا علينا الاصدقاء ديالنا لي كوليك ديالنا ديال لي رينيماسيون ما يعني ما توصلوش باش يحبسوا لا مالادي مالوريزمون مشاو بعاد ويون لا بيردو يعني افيك دي فول اب نيجاتيف مشاو يعني كما قال سي سمير كت صعيب باش توقف لا مالادي كت الانسان كيضيع لك كيموت لك المريض دونك هادو حالات لان الناس اللي عندهم هاد لي مالادي الفو فيغ تريز اتونسيون باش ايفيتيو الكونتاكت ديالهم مع الكورونا لان كي 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 تيصعب عليهم وكتولي لكم تي كومبلكسيتي حتى في لي تريتمون فوالا. نعم قبيلة كنتي تكلمتي ولا شرتي النقطة ديال المرأة الحاملة وهنا ربما غنسولك دكتور أجنوز تاعنا ربما الأمهات اللي كيردعوا يعني كاين تخوف من ضمن الأسئلة اللي كتجي تقول لك ودي في حال أنه مثلا الأم كانت كتردع ولدها ولا بنتها وهي حاملة الفيروس رغم أنها كدير الاحتياطات تقدر تستعمل الكمامة الوقت اللي كتهز الوليد ولا البنيتة أو لا لكن تطرح سؤال كتقول لك مثلا واش ممكن أنه الفيروس يهز لها في الحليب ويمشي مثلا لذاك البيبي زائد بالنسبه للنساء الحوامل يعني شفنا تخوف اللي هو كبير في الصفوف ديال النساء الحوامل من هذا الفيروس هذا فربما بالنسبه للمتابعات والمشاهدات اللي هما حاملين ان شاء الله كينتظروا مواليد او بالنسبه للامهات اللي تيرضعوا اشنو نصيحتك ليهم دكتور غادي نقدر نقول لك التجربه ديالتنا حنايا ما عنديش واحد الفكره يعني كبيره ولكن نقول لك يعني التجربه ديالنا في المستشفى ديالنا الاشني اللي شفنا شفنا تقريبا 16 حاله ديال المرأة اللي حاملة وديال اللي والدة وعندها الوليد هاد المسألة مزيان فاش سولتيني عليها قلنا في يعني لو لابو يعني المختبر ديالنا الى شيرشي واش كاين الفيروس في الحليب ديال الام نعم ما كاينش الفيروس في الحليب ديال الام رغم انها بوزيتيف دونك ما كيدوش دونك هذاك يعني بان الفيروس ما كيدوش في الحليب نعم. كما انه الناس اللي عندهم باغ اكزومبل كنت شرط ليه في المره الاولى وهذا كاين يعني كاين بزاف ديال لاتيراتور كاين بزاف ديال الابحاث في هذا الموضوع الناس اللي كدير دي ستروك في الراس بالكوفيد ملي كنقلبوا على داك الفيروس في لو ليكيد سيفالوراشيديان وكيتسمى بالعربيه داك الماء ديال الدماغ اللي نيجاتيف هذا يعني لا حنا في لابو ديالنا ولا في دوتر بابيي كي سون بوبليي ما اون با حتى واحد ما لحد الساعه ان با تي مونتري بلا كاين الفيروس في ليكيد سيفالوراشيديا دكتور اجنوز شنو توقعاتك ان شاء الله للايام المقبله هذه الفو فوار هذيك ذاك لابال ديال كريستال لا بول دي كريستال دونك كيما قال سي سمير كيما سميتو كاين 24 تقريبا ما يناهز 24 دروس حاليا يعني اللي معروف كاين دي ترايل كلينيك يعني كاين دي ترايل كونيفو لا فاز 2 لا فاز 3 يعني دي نوفو كي سون يعني اللي هما قراب ان شاء الله يوصلوا للنتائج ولكن مازال يعني حتى شي واحد حتى شي فاكسان لحد الساعة ولا حتى دي موليكول يعني كيسون كاين هذاك كانت هاد لا موليكول جديدة اللي خرجت لامبيفير اللي خرجت في ليزيتازوني في الولايات المتحدة وهما بداو لي ترايال ديالها ولكن ما بان عليها والو دونك سكو فيدير ملي ما كيبان والو حتى شي حاجة كيخرجوا يعني دي دات جداد وما كيخرجوا زانفورماسيون جداد يعني لا موليكول مازال ما كاين منها والو حنا كنتمناو لأن الناس اللي كتبحث كاين موجودين كثار تبارك الله عليهم كاين حتى المغاربه ديالنا تبارك الله عليهم موجودين في هذا الميدان البحث العلمي موجود لان حتى الدول يعني وفرات من ناحيه يعني الماليه يعني دعموا هاد المجموعات اللي كتبحث على الادويه وكتبحث على لي فاكسان مي اون ا بوزوان دو طون يعني ما يمكنلكش دير شي حاجه اللي هي خصها عام ولا عامين ديرها في اسبوع ولا في اسبوعين لان كاين مراحل ديال سكون ابل لي تيست كلينيك هاد لي تيست هادو خصهم يدار لان خصك تشوفي لا توكسيكولوجي لا توكسيسيتي ديالهم يعني السم واش هادوك الفاكسان
واش مسموم ولا ماشي مسموم، يعني بزاف ديال الحالات خصو يدوز منها، وهذا الشيء كيبغي الوقت على الاقل 18 شهر، يعني من هنا لسبتمبر ولا من هنا لاكتوبر سي تري ديفيسيل باش نقولوا نلقاو فاكسان. ولكن عندنا الوقايه، الوقايه هي احسن سلاح كما قال سي سمير، لان هذه المساله خصنا نتعايشوا بها، خصها تولي فينا عاده، تولينا فينا عاده نخرجوا بالماسك ديالنا، تولي فينا عاده بدنا نغسلوا يدينا كل نص ساعه، تولي فينا عاده ان نبقاو على اتساع على بعضياتنا، يعني خصنا نبدلوا العادات ديالنا. وباش تبدل العاده ديالك خصك تولفها، يعني نولفوها حنا ونولفوها لولادنا ونولفوها للناس اللي معانا، لان كما قال سي سمير وهو باش نيفيتيو هذيك الحاله اللي ندخلوا للانعاشات، لان المريض ملي كيوصل للانعاش مشى هو ويلوكوب يعني وكيحصر واحد البوست اللي كيخش منه على سيمانه او لا على جوج او لا كت واحد المده طويله. وايماجيني ان هذيك بلاصه كتولي محبوسه واحد الانسان اللي غادي يدير عمليه او لا ان اكسيدون الله يستر او لا ان اكسيدون فاسكولير او لا ميموراجي، هذاك السيد غادي يخسلو بلاصه ديال الانعاش. وكما قال واحد القضيه سي سمير بان هذا الشيء راه كاين تكلفه ماديه كبيره، باش لا من الالات ولا من هذوك الناس باش تفورميهم، هذوك الناس اللي كيخدموا في هذاك لو تيم راه سي سون با دي سامبل انفيرمي، راه سي سون با دي سامبل ميديسان، راه دي سون دي بيرسون اللي عندهم واحد التجربه يعني فات شويه العاده، فهمتي؟ وهذاك اون بلوس زون بوزوان ميم دان فيزيك، خص يكونوا صحاح، لان لو باسيون خصهم يدوروه. تصور انت عندك هذاك ديك الجوته راك انت داير ليها الماسك، وخصك شاك فوا تقلبو، خصك تنعسو على كرشو واحد المده وتعاود تعاوتاني تدور، يعني حتى فيزيكمون كتخدم. دونك هاد لو تيم هذا راه مسكين مكرفس لا دو بوينت في فيزيك ولا دو بوينت في مورال وحتى دو بوينت في ايكونوميك للدوله. دونك ما خصناش نوصلوا لهاد الحوايج هادو. دونك السلاح اللي عندنا دابا وهو لا بريفونسيون، الكمامه، الغسيل والديزانفيكتاسيون، هادشي اللي عندنا. والدواء راه مازال بعيده، مادام ماشي الانسان، خص الانسان يكون واقعي، نكونوا متفائلين، حنا متفائلين وكنامنوا بالعلم وكنامنوا بالبحث العلمي، ولكن نكونوا حتى واحد شويه واقعيين، لان دابا المغرب ان شاء الله غادي يدي كونفينا. دونك الناس ديالنا خصهم يوعاو بهذه المساله هذه، راه الا طحنا في واحد لا دوزيام فاز، الا طحنا في واحد لا دوزيام فاز اللي هي خايبه، اللي هي اوروبا براسها هي خايفه منها دابا. حنا دابا عندنا البوليس كيدور، ربما هادشي راه حتى في بلجيكا، لان الناس ما كانت محبوسه 77 يوم في دارها، ملي كيخرجوا بحال الغنم كيهربوا. دونك كيتجمعوا اي زون بوزوان دو ميتر اونصومبل، سي نورمال، سي ان افي سوسيال. وجيماجين حتى في بلادنا، حتى في المغرب كذلك غتكون هذه المساله. كنقول ربما من نهار 8 في شهر 6 راه ربما غنسينوا هذه الموجات، ولكن الناس خصهم يفهموا ويوعوا بهذه المساله هذه، راه ما عندنا حتى شي سلاح من غير لا بريفونسيون. هذه المساله خصها تدخل لعباد الله في الراس، ونبدلوا العادات ديالنا في لي مويان دي ترونسبور، لان لي مويان دي ترونسبور سو سون دي غران فيكول ديال الانفكسيون، لي ترونسبور بوبليك، لي غران كافي، لي غران سيرفاس مثلا، لي غران سوبر مارشي. هاد الناس هادو خصهم يتنظم، هادشي خص يتعاود، و سي سا ليغوب. سي سمير راه المساله هادي كان قالها في الاول، هو التنظيم ديال الحاله وديال المجتمع من جديد. راه بحال كنربيو نفوسنا كما كنربيو ولادنا في المدرسه، يعني ما ديرش هادي ما ديرش هادي، خصنا نبداو حتى حنا على نفوسنا نجددوا واحد الطريقه ديال التعايش مع الفيروس. سي اون دو كومونسي سوسيالمون، عاد نوصلوا للدواء، راه ما كاينش شي دواء اللي كيفك هذا المشكل هذا. اون ريان دي تو، اون تو سامبلومون دي كوكتيل كون شيرش دو، ولكن راه ما كاين حتى شي دواء. دونك لا بريفونسيون هي اللي ديالنا، ولا بريفونسيون خص تبدا من العادات ديالنا اليوميه، من الصباح، من القهوه، من البيرو، من العمل، من السفر في التران او لا في الطائره، من لا من 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 لاكليم، حتى لاكليم vous savez que le clim c'est un moyen de contamination. دونك هذه المساله هذه حتى الناس خصنا نقولوا للناس اللي عندهم القهاوي واللي عندهم المكاتب خصهم يجددوا هذا السيستم ديال لاكليم، لان c'est un moyen de défendre de disséminer le virus. او لا كاع يديروا دي سيستم جداد، وهذا الشيء كنعرفوه بلي راه فيه خسران ديال الفلوس و ولكن اون با لو شوا.
اون نا با لو شوا سينو راه لا اله الا الله البلاد يعني يعني غنحلوا واحد لا فاز اخرى ديال 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 لا كونتاميناسيون. نتمنوا ان شاء الله انه ما نوصلوش ليها. ما نوصلوش ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك مرة أخرى دكتور محمد أجنوز أستاذ جامعي متخصص في الجينيتيك ميديكال، كنت معنا من إيطاليا. الشكر مرة أخرى الدكتور قدر أيضا شرفتوني من خلال هذه الحلقة البرنامج وقاية وعلاج، شكرا جزيلا مرة أخرى. وهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم وقاية وعلاج. أنقول لكم تحيات زميلي في الإخراج مهدي فرحي، تسنونا إن شاء الله الأسبوع المقبل دائما من خلال برنامج وقاية وعلاج. إلى لقاءك.